الجيش المصري. جيشك وشعبك محفوظة يا مصر. شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ مرحلة رئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للجيش الثاني الميداني، والذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. وألقى اللواء أركان حرب ممدوح جعفر قائد الجيش الثاني الميداني كلمة أشار خلالها إلى حرص رجال الجيش الثاني الميداني على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم للدفاع عن أمن وسلامة الوطن وقدسية أراضيه مهما كلفهم ذلك من تضحيات. بدأت المرحلة الرئيسية بعرض ملخص الفكرة التعبوية وعرض القرارات المتخذة من القادة أثناء إدارة المشروع، والتي عكست الاستعداد القتالي العالي والتدريب المتميز لكافة العناصر المشاركة بالمشروع. وكان الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع، والتي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة من مختلف المستويات، وناقش عددا من المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ مهامهم وكيفية اتخاذ القرار الأمثل لمجابهة كافة المواقف المفاجئة أثناء إدارة العمليات. وفي سياق متصل، التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من مقاتلي الجيش الثاني الميداني وكلية الضباط الاحتياط ومعهد ضباط الصف المعلمين، حيث نقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بالفرد المقاتل، مؤكدا أن التدريب هو جوهر الكفاءة القتالية وعامل الحسم لنجاح القوات في تنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار. كما وجه الشكر إلى رجال الجيش الثاني الميداني على ما قدموه من تضحيات بالغالي والنفيس لتجفيف منابع الإرهاب وتهيئة المناخ لبدء عملية التنمية والبناء بأرض سيناء الغالية. وطالب رجال القوات المسلحة بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية لتظل القوات المسلحة قادرة على الوفاء بالمهام والمسؤوليات المكلفة بها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي السيد عبد القادر محمد نور وزير الدفاع بجمهورية الصومال الفيدرالية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع. تناول اللقاء مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية. وأكد القائد العام للقوات المسلحة اعتزازه بالعلاقات المتميزة التي تربط القوات المسلحة لدولتي مصر والصومال. من جانبه أعرب وزير الدفاع بجمهورية الصومال الفيدرالية عن تقديره لعمق الروابط والعلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين. حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين. التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.
وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكري المتميزة بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين في العديد من المجالات. كما ترأس رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونظيره السعودي الجلسة الختامية لاجتماع اللجنة العسكرية المصرية السعودية، والتي تناولت أنشطة ومجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات العلمية والتدريبية في مختلف المجالات العسكرية بين الجانبين. وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى توافق الرؤى حول الخطط المشتركة بما يعود بالنفع على القوات المسلحة للبلدين الشقيقين. من جانبه أشاد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية بالدور المصري المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمي والدولي لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين. حضر اللقاء والجلسة الختامية عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية. اختتمت فعالية التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون 24، والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بعدد من القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية، والذي يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية. تضمن التدريب عقد عدد من المحاضرات لتبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية في التخطيط والتنفيذ للمهام المشتركة، ونفذت المقاتلات متعددة المهام من الجانبين عدداً من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية في تناغم كامل. فضلاً عن التدريب على تنفيذ طلعات التزويد بالوقود في الجو، كما نفذت مجموعة من المقاتلات المشاركة بالتدريب تشكيلاً جوياً فوق الأهرامات، أبرزت الدقة والكفاءة التي يتمتع بها الطيارون من كلا الجانبين. وأظهر التدريب المستوى المتميز والاحترافي الذي وصل إليه العناصر المشاركة، ومدى التنسيق والتعاون بين القوات الجوية لكلا البلدين في تنفيذ العمليات الجوية المشتركة بكفاءة واقتضاء. حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات الجوية المصرية والفرنسية والملحق العسكري الفرنسي ووفد من ممثلي السفارة الفرنسية.